بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله. وصلنا وإياكم في تفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعقوب لأبنائه: وأنتم عنه غافلون. قالوا أيقظ فيهم نخوة الأخوة، يعني لن يأكلوا أنتم جالسون وأنتم قاعدون وأنتم تنظرون، قال يمكن تغفلون عنا فيأتي الذئب ويأكله، فأخاف تتركون تخلون تروحون معنا ويأكل الذئب. فقالوا أهل التفسير أن يعقوب أعطاهم العذر، فجهزوا العذر، العذر اللي هو الذئب، كل الذئب. قالوا أنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. إحنا 11 واحد، على الأقل واحد بيكون وياه بيدافع عنا، مستحيل يأكل الذئب، نحن عصبة جماعة كبيرة فلن يأكله الذئب، وإذا أكل إحنا إذن من الخاسرين. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا، كان في خلاف، نقتل يوسف ولا نرميه في الجب، في خلاف. فلما أجمعوا اتفقوا على أن يرمون في الجب، صار الاتفاق وتم الاتفاق على أن يرموه في الجب. لكن فكروا كيف يعتذرون لأبيهم، فقالوا نأخذ القميص، فنزعوا منه القميص، فأنكر عليهم، يعني ليش تفسخوني تأخذون القميص ليش يعني؟ فأخذوا القميص منه لكي يخططوا على العذر ليعقوب. قال فلما اجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، أخذوا منه القميص وقذفوه في الجب. قالوا لكن هذا البير كانت فيه صخرة، فلذلك جلس على هذه الصخرة في وسط البير أو في داخل البير. قال إجماع لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه، الله عز وجل، قال أهل التفسير أن الله عز وجل أوحى إلى يوسف عليه السلام وهو في البئر، أوحى إليه أن الله معك فلا تخف، لكي يطمئن يوسف. قالوا كان عمر يوسف في أحد الروايات أنه 8 سنوات، وفي رواية أنه 12 سنة، يعني كان أصغر من 13 سنة، فكان صغيرا. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه، قالوا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا عندما دخلوا عليه وهم له منكرون، فأنبأهم بأن، يعني من غير إيضاح، بأنهم هم فعلوا في أخيهم كذا وكذا. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون بأنك أنت يوسف. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بعد ما أخذوا القميص ورموا يوسف في الجب، العادة أنهم يعودون قبل المغرب عادة، لكن بذلك اليوم انتظروا إلى الليل عشاء، انتظروا. ليش؟ قالوا لأنهم سوف يحكون الحكاية إلى أبيهم وهي كذب. قالوا والكذب يبين في العين ويتلجلجون في الكلام، فقالوا الظلام ستر، بنقول له ما يشوف وجهنا وما يشوف عيوننا،
فاتفقوا على أن يقولوا الخبر ليعقوب في الليل. هذا السبب أنهم جاءوا عشاء يبكون، يبكون أي يتباكون، لأنهم الذين رموه، فلذلك البكاء غير حقيقي، البكاء غير حقيقي. جاءوا أبان عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق كلنا رحنا، وخلينا يوسف عند متاع جئنا، ولا يوسف مأكول أكله الدم. هم ذبحوا شاة وأخذوا قميص يوسف ووضعوه على الدم، أو وضعوا الدم على القميص، وجاءوا أباهم عشان يقول يا أبو يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وهذا قميص. لكنهم اعتذروا بعذر قوي جدا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ها ولو كنا صادقين. يعني هذا الأمر صادف أنك خفت على يوسف من الذئب، وصادف سبحان الله أكل الذئب، فأنت لو تصدقنا لو تثق فينا هب مصدقنا لو قلنا لك، فكيف وأنت ها ما تثق فينا؟ مستحيل تصدقنا. فجاءوا بهذا العذر القوي، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين عندك، يعني إحنا لو تصدقنا أنت هب بتقول قلت لكم لا كذب، هذا أنت مصدقنا وأنتم ما تصدقنا ولا تثق فينا، فلن تصدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين عندك، يعني فكيف نحن بصادقين عندك؟ ما مصدقنا ولو كنا. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، الدم يبين واضح، والقميص قالوا ما فيه أنياب الذيب ولا فيه يعني لحم يختلط بعظم، ما فيه أو لحم يختلط بدم، فيه قميص منقع في الدم، فالدم يقول ليعقوب أنا كذب. الدم وجاءوا على قميصه بدم، الدم هذا واضح لمن يرى أنه دم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ها، قال سولت بل سولت لكم أنفسكم، واضح بأن يوسف لم يأكله الذئب يقينا، لكن أنت وسويت بشيء. ليش قالوا هذا الكلام؟ ما عاتبهم ولا سبهم، وليش يريد منهم التوبة؟ يعني تلبت واحد اللي قال لك شيء كذب تعتقد كذب تقول لا لا السالفة غير أو صاير شيء تبي يعترف، فهو قال لا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، صاير شيء اعترفوا ما اعترفوا. إذن قال فصبر جميل، قالوا الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا تشكي، فسوف أصبر على ما فعلتم بيوسف، هو لم يأكل الذئب يقينا لكن سوف أصبر، فصبر جميل، والله المستعان، أستعين بالله على هذا الأمر على هذا الصبر وعلى هذه البلوى أن أخذتم مني يوسف. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا أحبتي في الله ينتهي المشهد الأول من قصة يوسف، وهو يوسف في بيت النبوة في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا تبدأ أو يبدأ المشهد الآخر وهو يوسف في بيت العزيز. هذا وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال